انا خاني التعبير وختمت وعوت، ولكن الله يبيض وجه الابن هادي ورشيد. استاهلوا ايمن استاهل، جاني ما خلا منهم. لا ابشر طال عمرك، الشكر قليلا في حقهم، سووا شيء يشكرون عليه، يستحقون منا ان احنا نشكرهم مده. انت شنو تبغي؟ اسلم يا محمد، تكلم تكلم، لا تشير كنك اطرم اشير عني. فاشكر فاشكر جروب الدعم، جروب السعد، جاني الله فداهم، اللي معي وراي، وانا ما اسميهم جروب السعد، اسميهم حازم. اي والله انت كفوهم، انت تستاهلهم والله العظيم، هم حازم يعني ما خرب منهم، وراي مع اني انا مقصر معهم شخصيا، تستاهل الطيب، لكن موقفين معي، وانا اعتذر منكم كلكم اني ختمت على اسمي على اسم ايمن، والله العظيم ودي ختم على اساميكم كلكم، ولكن الرجال ذا مع انه ميدان احد يمسك اذنه، ولكن له معزه عندي وغالي، وانتم كلكم غالي، وينجح عمل اخوانه اليوم، استاهلون، اطلبوه وقال تم ونجح العام معهم، الله يبيض وجهه. شوفوا والشيء الثاني او الثالث والاخير، اخواننا نبغى نبارك لهم، اللي هو عبد العزيز بن رباح، يستاهل على حصوله على حصانه، ويستاهل، وجبر المداريه يستاهل، وتركي غويزي يستاهل، عز الله انهم يستاهلون، ولا تنسى سلطان الواهبي، سلطان الواهبي ابو محمد، سلطان الواهبي مبارك لك، حنصرك المركز الثالث، مع انك ما تستاهل يا ابو، غيرك المنسي ولا اللي يغطي الجبال، غيرك المنسي يا ابو هادي، مرحبا ومسهلا. وين جبر؟ جبر وين؟ تعال يا جبر، اخوياك يوصلون لك شكر ومبركتهم لك على حصولك المركز الثاني، وتستاهله. الف تركي نجيب لعبة، أي واحد يجي صوب، لا ما أخذ الحصانة، هو حصانة، هو حصانة الأول الجمهور، على البركة أخوانكم كلهم يباركون لكم، لكن شفت الوقت ضيق وأعلنا وجينا وعندنا فعالية وعندنا مبادرة وعندنا، المهم إحنا فالله يبيض وجيكم وتستاهلون وجهدكم وفعل يمينكم قدامكم، وأنت تستاهلون، واللي في خاطره شيء بيشكر جمهوره، لكم اليوم ما شكرته ادري من ضيق وقت، صحيح، لكن اللي منكم في خاطري اشكر جمهوره، يتفضل وجه بيض وجهك يا محمد. وجه انا اول شيء احب اشكر فريق دعم علي بن هادي، لانه جالس يسوي شغل جبار، صح، وعلي بن هادي يستاهل، فريق دعمه كفو وعلي يستاهل، الله يبيض وجيههم، لا علي ولا رشيد ولا ايمن قاموا بشغل جبار، قسما بالله انها احزننا من كثر ما هو مبدع العمل. ثاني شيء احب ابارك حصول الاول على اللجنه والأداء المبهر، تركي بن غويزي يستاهل، أبو رباح حصوله على الحصانة المركز الأول، الله يوفقه التوفيق الطيب، يستاهل أبو رباح، جبر الحبيب الغالي المركز الثاني، الله يوفقه، الشخص اللي يطلع معه على المسرح دايم ونرجع أنا وياه، سلطان بن هادي، اليوم ما طلعت معه هذا المركز الثالث، الله يوفقه، يستاهل أبو نايف، فريق دعمي أعيد وأكرر لكم، سعود المكاحلة والدته باسمي سهم لها، الله يعطيكم ألف عافية.